إسرائيل تعيش وتكسف العالم كله ليش؟ أي أمريكا هاي؟ أي دول أوروبية؟ نحن شعب بدنا الحرية وبدنا دولة وبدنا المقاومة ونحن مع المقاومة للأبد. لأنه هو كذاب عم بيقول عم بضرب إنه مواقع للمقاومة كذاب، هو عم بضرب مشافي، هو عم بضرب بنايات، هو عم بيضرب بيوت، هو عم بيضرب مدنيين، عم بيضرب أطفال. أنا واحد الناس ابني ضل أكثر من ساعتين ما يقدر يحكي، يعني الولد غطى قلبه. تقريبا 12:10 كنا باتجاهنا باتجاه الحدث، طلعنا بعد تقريبا 4 دقائق نزلت أول ضربة. يعني من ضغط الضربة نحن كنا وقعنا من على الموتوسيكل، أنا والشاب هون والصبي، الصبي بعده أخذ روعة لهلا. طلعنا الساعة 12 بالليل على رعب، وصلنا نرقد والعالم والسيارات والعالم تضرب بعضها بالسيارات من الزحمة. هلا تصور انت اولاد صغار تحت القصف، جمرة نار، زنار نار، وضع ما بنوصفه.